السلام عليكم متتبعات الغزالات ديال فيديو دي. مرحبا بكم، الف مرحبا. اليوم جبت لكم جوله خفيفه ظريفه في مرجان، جابوا شي منظمه غزالين ديال الحمام وقلت ضروري غادي نصور لكم باش هكا اللي محتاجه في المنظمات تمشي تاخذهم. صراحه زوينين، الاثمنه ديالهم جد مناسبه. المهم البنات، الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم لي كومونتير ديالكم، وتشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركاتش، تفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله، خليكم مع الفيديو. الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط ظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحيل، نعفر في الأيام، طريقي ماليه رسام، يا ويلي ويلي سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فشهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا ليلي مثل القدر وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راهي الحال مكدر وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عشان هاب المقلوب حتى لينا غان صبار وراني كل نهار نقول جوني مرويا مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي الشليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في الايام طريقي ماليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عييت وانا عاد بديت ويام مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فشهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا ليلي مثل القدر وتصرف الشليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في الايام طريقي ماليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عييت وانا عاد بديت ويام مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فشهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا ليلي Thank you.
يدك القدر وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راي الحال مكدر وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عشان هاب المقلوب حتى لينا غان صبار وراني كل نهار نقول جوني مرويا مخبون سهران الليل الليل